السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم احلى الاكلات في مطبخ فرنور. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، وبشكركم جدا على التعليقات بتاعكم الجميلة ودون التواصل بإذن الله. واتمنى يا رب تكون فيديوهاتنا كلها بتعجبكم. احنا النهارده بإذن الله هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ احنا معانا البصل الصغير خالص ده اللي احنا ما بنحتاجوش او ما بنعرفش نستعمله في حاجه. احنا هنخليه بطريقه جميله جدا، وهتلاقيه جميل جدا معاك، احلى من البصل الابيض كمان. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونبدا انا معايا بصل كميه 2 كيلو 3 كيلو زي ما انت عايزه. فيه ناس بتحبه جدا. هبدا اقشر البصله كده من فوق كده. هسيب الحته اللي التوميه اللي ديت مش هعملها قوي. هبدا اقشر البصله خلاص كده. لو عايزه تلبسي كوانتي البسي، إيه لو مش عايزه براحتك خالص. إيه لو عامل ازرق في ايدك، نص لمونه تعصريها على ايدك وتروحي دعكه على ايدك وخلاص هيروح ريحتك كله. الافضل انت تلبسي جوانتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اقشر البصل كده. بسم الله. احنا من عندنا البصل بنزرع على طول، فانا بدور على البصل الصغير ده واخلله. بسم الله كده. اجيب من فوق من هنا كده واشقها اربعة كده. بسم الله. نبدأ نقشر القشرة اللي هي على الوش دي كده بنفس الطريقة كده. ان شاء الله هيعجبك جدا البصل المخلل ده. بسم الله. بسم الله تمام. البصل الصغنن او ده انت ما بتحتاجهوش او ما بتعرفش تستعمليه قوي، هتكليه على جنب لحد ما تعملي 2 كيلو. خلليهم هتلاقيهم جميل جدا وطعمه بيحمر كده من غير بنجر ومن غير اي حاجه، هتلاقيه جميل جدا احلى من البصل الابيض كمان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هكمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه دي. اخلصه بقى كله وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف احنا هنخليه ازاي. انا قشرت البصل بتاعنا كله بنفس الطريقه دي كده وغسلته كويس جدا. شايف ان ديه ما فيهاش اي حاجه خالص، لان خدت معلقه ملح كبيره زي دي كده وحطيتها على ايدي وفركت بقى ايدي كويس جدا. خلاص ما فيهاش لا ريحه بصل ولا اي حاجه علامه من علامات البصل. غسلته كويس جدا. معايا ميه وحوالي لتر ميه. احط لللتر الميه ده حوالي 5 معالق ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 4 5 او احدق بقى احدق الحاجة كده زي ما ادقها كده حتى اشوفها يبقى حدقها مظبوط. معايا كمان ربع كوباية خل. الخل هو العامل الرئيسي في تخليل البصل. تمام. بس كده هقلبه كويس جدا. بسم الله. وابدأ بقى اعبي البصل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايه والله البصل ده لو كلتوه او خللتوه هتلاقوه لذيذ جدا ومش حادق ولا حراق ولا حاجه، ودونه هيبقى جميل جدا معاكم. تمام. حط الميه بتاعتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حطيت الميه وباقي معاكي بصل مفيش اي مشكله. الصبح يعني او اخر ساعه كده ولا حاجه هتلاقي البصل ده دبل، هتحط الباقي عليه. كل ما يدبل تضغطي كده يدبل تحط بقيه البصل عليه، او مش الصبح عشان ما ريحته ما تطلعش. ساعه واحده بس هتلاقي كله
البصل دبل معاكي كده تمام، هسيبه بس 10 دقايق وكل شوية اضغط عليه كده، واحط بقية البصل بقى معايا شوية صغيرين خالص، حبة صغيرين خالص هما، ابقى احطهم بقى كمان شوية تمام كده. البصل بتاعنا خلاص جهز، يعني حوالي بس هما 3 4 ايام 5 بكتير خالص، وتاكل منه بالهنا والشفا. اتمنى حبايب قلبي الوصفة بتاعت النهاردة بسيطة وسريعة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة، واتمنى يا رب يكون فيديوهاتنا البسيطة دي تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.